بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال. لا صوت يعلو فوق صوت النهائي الافريقي بين الاهلي والزمالك يوم الجمعه ان شاء الله 27، القمه بين الاهلي والزمالك. طبعا كل الاعين وكل النظرات تتوجه لاستاد القاهره يوم الجمعه. حلو قوي كل التشجيع، الجماهير بتشجعه لعيبه النادي الاهلي، كل الرسائل لتوصل للاعيبه النادي الاهلي خلال الفتره دي. زي ما احنا شايفين في الاعلام الرياضي كلام كتير عن القمه بين الاهلي والزمالك، ايضا على السوشيال ميديا، كمان على المستوى الاسري في العيله الواحده اللي فيها الاهلاوي والزملكاوي، على مستوى الصحاب اللي قاعدين على القهوه، كلام كتير عن مباراه القمه بين الاهلي والزمالك. زي ما بقول لحضراتكم حلو وجميل ان كل الكلام ده يوصل للاعيبه النادي الاهلي، لكن التفكير في المباراة محتاج شوية من اللعيبة نظرة أخرى. نظرة كل ما المباراة بتقرب كل ما الضغوطات بتزيد. مش محتاج لعيبة النادي الأهلي تروح المباراة وعليها ضغوطات كبيرة، ده ممكن يأثر بالسلب. لكن لعيب النادي الأهلي لازم ينظروا للمباراة بمنظور مختلف، بمعنى لازم يكون عندهم ثقة في الله سبحانه وتعالى. اللعيبة عندها ثقة في أنفسها إنهم أحسن لعيبة موجودين في مصر. كل لاعب يكون عنده ثقة في زميله اللي موجود جنبه في الملعب وفي المباراة. لازم يكون في تركيز 100%، ومع ده كله لازم يكون في هدوء في الملعب. عجبني قوي الرسالة أو اللوحة أو اليافطة اللي بعتها جمهور النادي الأهلي لعيبة النادي الأهلي، وقالوا لهم اكتبوا أسماءكم بحروف من ذهب في تاريخ الأهلي. أكيد النادي الأهلي تاريخ كبير من 1907. لعيب النادي الأهلي وخاصة هذا الجيل، وزي ما احنا شايفين دي الرسالة اللي بعتها جمهور النادي الأهلي، رسالة مهمة جدا لهذا الجيل. النادي الأهلي من 1907 تاريخ كبير، تاريخ مليء بالبطولات. هذا الجيل محتاج إنه يسطر اسمه أو يدخل في تاريخ النادي الأهلي، التاريخ الكبير. محتاجين نشوف من اللعيبة يوم الجمعة القادم في مباراة الأهلي والزمالك اللي احنا شفناه من بداية المشوار الأفريقي، وخاصة من دوري المجموعات في مباراة النجم الساحلي اللي كانت في تونس. 85 دقيقة لاعبي النادي الأهلي كانوا بيلعبوا ناقصين واحد، بمنتهى الرجولة والإصرار والعزيمة. محتاجين نشوف في النجم الساحلي هنا مباراة العودة في مصر، لاعبي النادي الأهلي هم بيكسبوا، عايزين نشوف الأداء ده. عايزين نشوف أكبر تحدي كان في البطولة مباراة الهلال السوداني، وكان في إصرار وعزيمة كبيرة من لاعبي النادي الأهلي في أجواء كانت مشحونة وأجواء جماهيرية. وقتها ظهر معدن لاعبي النادي الأهلي وحققنا نتيجة إيجابية في الخرطوم وبأداء رائع. محتاجين نشوف سان داونز، المباراة العظيمة اللي أداها لاعبي النادي الأهلي من سان داونز، سواء مباراة العودة أو مباراة الذهاب والأداء الرجولي، خاصة إن كان سان داونز بيحمل معانا ذكريات مؤلمة شوية. عايزين نشوف الأداء اللي احنا شفناه أمام الوداد، المكسب في المغرب والمكسب في مصر، المكسب اللي كان معاه أداء رجولي. علشان كده دايما بتك على حتة الأداء الرجولي والتركيز، ومع ده كله محتاجين الهدوء في الملعب. وفي النهاية كلنا كجمهور النادي الأهلي بنقول يا رب. إن شاء الله النهاردة يكون ضيفنا في الجزء الثاني واحد من نجوم النادي الأهلي اللي سطروا تاريخ كبير مع النادي الأهلي، لعب في النادي الأهلي وهو ناشئ وكمان مع الفريق الأول، ودايما ليه آراء فنية مختلفة ومثيرة للجدل. هيكون ضيف النهاردة إن شاء الله في الجزء الثاني الكابتن أحمد بلال. نروح لأول فقرات برنامج الأشبال، أخبار الناشئين في الصحف والمواقع. صحافة الأشبال. وأول أخبارنا النهاردة، زد يدعو الثلاثة الكبار في دورة قوية لبراعم كرة القدم. الخميس منتخب الشباب يواجه المحلة وديا، كل التوفيق للكابتن ربيع ياسين والجهاز الفني المعاون. منتخب الشباب يطير إلى تونس 12 ديسمبر ونائب الخماسية الدكتور جمال محمد علي رئيسا للبعثة. السعودية تطلب استضافة منتخب الشباب وخوض وديتين يومي 7 و10 ديسمبر قبل انطلاق بطولة شمال أفريقيا.
كابتن ربيع ياسين ينهي أزمة ثنائي دجلة ويقرر عودتهما لمعسكر منتخب الشباب كريم محمد وأحمد شريف. دي كانت كل أخبارنا في أخبار الناشئين في الصحف والمواقع. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة ثانية. أهلا بحضراتكم من جديد. نروح بقى لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي وآخر الاستعدادات للموسم الجديد، موسم جديد يعني المتوقع إن شاء الله يكون في النص الأول في ديسمبر إن شاء الله، يعني بعد انطلاق كمان الدوري الممتاز هتكون إن شاء الله قرعة مسابقات الناشئين، وده المتوقع ده الوقت إن شاء الله هتكون في مسابقات الناشئين. النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت في استعدادات قوية وفي معسكرات وأيضا كمان في مباريات ودية لجميع الفرق علشان إن شاء الله النادي الأهلي يدخل الموسم الجديد بأفضل استعداد ويقدروا يحققوا نتائج طيبة تحت قيادة الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. نروح نقف مع فرقتين من أهم الفرق الموجودين في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، فريق 2007 و2008 لعبوا ماتشين مهمين. 2007 لعب مباراة ودية أمام السكة الحديد، و2008 أمام حرس الحدود. نروح نشوف أهداف الماتشين ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بصراحة في مجهود كبير بيبذل في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي تحت رئاسة أو قيادة الكابتن خالد بيبو، مش الكابتن خالد بيبو بس، لا كل المدربين وكل العاملين في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وكمان المدير الفني الأجنبي بروكش. اللي محمس كل القطاع إن احنا شايفين خلال الفترة اللي فاتت موسيماني واعتماده الكبير على عدد كبير من لاعبي الناشئين بالنادي الأهلي، بقينا بنشوف دلوقتي في مباريات الكاس أو مباريات الدوري بيدي فرص للناشئين، سواء في 2001 شفنا الفتره اللي فاتت بيصعد من 99 و2002، فده مدي طاقه امل كبيره لكل اللاعبين. وكمان المدربين بتشتغل زي ما بيقولوا بلغه الكوره بنفس مفتوحه، النهارده التعب اللي بيتعبوه النهارده في عمليه تواصل كبيره سواء مع قطاع الناشئين او مع الفريق الاول، فده كله طبعا بيصب في مصلحه النادي الاهلي ان احنا ان شاء الله من المتوقع الموسم الجديد نشوف عدد كبير من ابناء الاهلي او من قطاع الناشئين موجودين في الفريق الاول. دي كانت اهداف ماتشين 2007 و2008. ايضا كاميرا الاشبال كانت موجوده بعد المباراه وعندنا لقاءات مهمه مع الجهاز الفني لفريق 2007. نروح نشوف اللقاءات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. عندنا كانت مع في بدايه السنه كانت مع كابتن ياسر محمدين، حصل تغيير كان معايا فرقه ثانيه ومسكت الفرقه. حضرتك عارف ان احنا بنعمل كادر لل 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 لل, لل, لل زي ما بنقول التوالي للفرق بتاع لحد ما حد يوصل للفريق الاول.
الفرقة عندنا فيها مجموعة لعيبة كويسة. الصعوبة في السن دوت 2007 ان هم اول سنة بيلعبوا 11 الملعب كامل واخد حضرتك، بس هم عندهم لعيبة موهوبة كتيرة ولعيبة مبشرة واخد حضرتك، بنشتغل عليهم وبنلعب ماتشات ودية زي ما حضرتك شايف النهاردة الأداء كويس، تحفظ تمركز الكلام ده كله على اساس ان الولاد يبداوا بعد كده المرحله الجايه اللي هي السنه اللي بعدها ان شاء الله باذن الله يخشوا على مثلا قطاع الناشئين. هم دلوقتي بيتحسبوا على البراعم، السنه الجايه ان شاء الله يخشوا على القطاع بتاع الناشئين، تبقى انت عملت سيست الفرقه وكام فرقه ان شاء الله مع التطور مع السنين اللي جايه يبقوا افضل واحسن. الحمد لله يعني كسبنا النهارده بسبب تعب الكابتن حسين شكر والكابتن علي والكابتن خالد، والحمد لله ان شاء الله نكسب البطوله اللي جايه ان شاء الله. اللعبة كلها رجالة طبعا، كابتن حسين شكري بيقول خلي قلبكم كله على بعض ويحبوا بعض وكده، واحنا بنتعامل كلنا كأننا واحد واللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش عادي يعني. احنا الاهلي مفيش ماتش يعني يبقى صعب علينا، واحنا بنتكلم مع بعض عشان نسهل على بعض الماتش. دي كانت لقاءات ما بعد مباراة الأهلي وسكة الحديد 2007 بقيادة الكابتن حسين شكري ولاعبي الفريق. أيضا كنا موجودين مع 2008، نروح نشوف لقاءات ما بعد المباراة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بدأنا بقالنا فترة كبيرة أكثر من 3 أشهر طبعا، نظرة لأن الأولاد كان فترة كبيرة طبعا قاعدين عشان الكورونا، فبدأنا بدري الحمد لله رب العالمين، قدرنا نقف على مستوى بعض اللعيبة، في بعض اللعيبة ما قدروش يكملوا معانا، وفي لعيبة الحمد لله اللي احنا اخترناهم دول هم اللي احنا شايفين ان هم يمثلوا النادي الاهلي. فالحمد لله رب العالمين الاولاد ماشيين بشكل كويس، لعبنا حوالي تقريبا 10 ماتشات الحمد لله رب العالمين، الاداء فيها كان كويس، لعبنا ماتشات متدرجة وفي ماتشات لعبناها قوية زي الجيش زي الانتاج زي الشرطه زي الاتصالات، عملنا فيها نتائج كويسه الحمد لله رب العالمين. دي اخر بروفه لينا قبل البطوله، قبل البطوله زد احتكاك قوي، عملنا ماتشات وديه كتير الحمد لله، كل الولاد ظهروا بشكل كويس، في تطور كبير في مستوى الولاد. احنا كان يعني هدفنا الرئيسي طبعا يبقى عن تزرع في روح الولد من صغره روح الفن الحمر، روح البطوله. احنا النادي الاهلي، احنا احترام شديد طبعا لكل الفرق، النادي الاهلي يعني طبيعي لازم ندخل يعني تركيزنا وهدف واحد البطوله، يعني فيها فلان فرق زمالك بيراميدز زيت طبعا فرقه كويسه وفرقه محترمه، بس احنا النادي الاهلي ده الطبيعي يعني، احنا داخلين بطوله زي ما حضرتك بطوله وديه، بس انا نازل اخد البطوله استعدادا للدوري، هدف دي بدايه دي خطوه ان الاولاد يبقوا نازلين بطوله الدوري في ثقه، في ثقه لنا اننا النادي الاهلي. زي ما الكابتن احمد رؤوف قال خلال الفتره اللي جايه هيكون في بطوله مهمه، بطوله زد، بطوله زد يعني بيكون فيها تجمع كبير من الانديه، بتكون فرصه لاحتكاك اللاعبين، استعداد جيد قبل انطلاق المنافسات ان شاء الله هتكون في ديسمبر لاولادنا داخل قطاع الناشئين، بنتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق. ايضا النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم في اهتمام كبير جدا السنه دي بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي من قبل كل المسؤولين في النادي الاهلي. اخرها امبارح كان في اجتماع مهم جدا او نواحي تثقيفيه او محاضرات تثقيفيه للاعبي القطاع وايضا للمدربين من النواحي التحكيميه، كابتن سمير عثمان الحكم الدولي السابق، كابتن خالد بيبو كلمه وكان في محاضره مهمه جدا. احنا شايفين خلال الفتره اللي فاتت دايما في تعديل في قوانين التحكيم، فلازم النهارده اللاعبين والاجهزه الفنيه المدربين لازم يكونوا على درايه بكل قوانين كره القدم، فده شيء جيد جدا. شفنا قبل كده محاضرات في التغذية في النواحي النفسية، النهاردة هنشوف مع بعض يعني تقرير مهم عن المحاضرات اللي تمت في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بمدينة نصر وآخر القوانين اللي كابتن سمير عثمان حاضر فيها المدربين واللاعبين. نروح نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بدأنا في الاسبوع اللي فات او اول اسبوع يعني بدانا بالفرقه 2006 ولا 2005، والنهارده عندنا بنكمل بقيه المحاضرات لكل الفرق ان شاء الله، كل الفرق هتاخد نفس المحاضرات. ويعني بصراحه بنشكر الكابتن سمير طبعا على ان هو لبى الدعوه ان احنا حابين ان هو يكون
موجود معانا هو اللي يشرح لنا التعديلات الجديده اللي نزلت على التحكيم. هو بمنتهى الامانه كمان يعني حد شاطر جدا، بيفهم الولاد بطريقه سهله وبيخاطب الولاد على كل واحد على مستوى عمره. يعني انت عارف احنا ناشئين يعني بتشتغل على سن واحد، لا انت بتشتغل على ولاد صغيرين لسه بادئين بيلعبوا 11 السنه دي، فبيعرفهم الحاجات من البدايه. فالوقت المحاضره بيبقى طويل، ولغايه ما وصلنا للفرق الكبيره اللي هي يعني خلاص هو نضج يعني وخلاص هيبتدي فكره من ناحيه تانية. فهو انا بصراحه عجبني جدا طريقه شرحه للولاد وطريقه دخوله لكل الولاد من طريقه المحاضرات. عارف ان هو مذاكر كويس قوي وجاي عايز يفيد الولاد بحاجه كويسه جدا، فانا بشكره مره تانية وبشكره على المجهود اللي هو عمله. بمنتهى الامانه احنا يعني كان الدور الكلام كتير في الفتره اللي فاتت في المحاضرات يعني، وواحده واحده طبعا انت عارف الاولاد في سن صغير ده بيزهقوا بسرعه قوي من الكلام، وان انت تبقى على طول يعني محسسهم دور ان انت بتتكلم كتير وهما بيسمعوا بس. فده احنا غيرنا الاسلوب ده شويه، ان احنا بقينا هما اللي بيتكلموا وهما اللي بيخشوا معانا في الحوار، وبقت موضوع مناقشه مش موضوع ان هي تعليمات وانت تنفذ وخلاص، لا احنا بنتكلم مع الاولاد وهم اللي بيبقوا ليهم اراء. ولما شفناه كده في المحاضره كاب سمير بيسال وهم اللي بيجاوبوا، يا اما هم بيسالوا وهو بيجاوب. فالموضوع لما بيبقى موضوع نقاش كل واحد عنده معلومه يديها للتاني فالموضوع بيبقى احسن. هي فكرة كويسة جدا، خاصة لما تدي المحاضرات دي للناشئين أفضل لما تديها للفرق الكبيرة. برضو برغم أنها للفرق الكبيرة مهمة بس فرق الناشئين برضو مهمة. أنا طبعا لبيت دعوة كابتن خالد بيبو، قال لي احنا في عندنا قطاع الناشئين على مراحل الفرق عاوزين نقول لهم التعديلات، فأنا انتهزت الفرصة دي اديت لهم التعديلات وحاجات اللي موجودة أصلا في قانون كرة القدم. في حاجات كانت واضحة بالنسبة لهم وفي حاجات الواحد وضحها بزيادة. أنا أتمنى كل الأندية تحذو حذو النادي الأهلي لأن ده شيء مهم جدا. يعني في محاضرات الفرقة بتاعت كابتن ياسر رضوان وكابتن إينو، كابتن ياسر قال لي المحاضرات دي بتبقى إلزامية من الاتحادات للأندية، دي مهمة جدا. اتمنى، وقبل كده كابتن عبد الظاهر قالها لي برضه لما كان في تركيا بيقول لي الفريق اللي مش بيحضر المحاضره بتاعه التحكيم اللي في بدايه المباراه بيتحسب عليه غرامه. الحاجات دي مهمه جدا. ليه؟ انت في الملعب انت بتطالب بحاجات انت مش عارفها، يعني بتلاقي اللعيبه بيعترضوا والمدربين بيعترضوا. كابتن سمير عثمان قال كلمه مهمه، قال الكابتن ياسر رضوان وهو في الاحتراف بيقول دايما المحاضرات دي إلزامية من قبل الاتحاد لجميع الأندية. علشان نبني صح لازم دايما تهتم بالقاعدة. القاعدة هي قطاعات الناشئين. الاهتمام ما بقاش اهتمام فني في الملعب بس، لا انت اهتمام تثقيفي من خلال التحكيم عشان اللعيبة تعرف الجديد في قوانين كرة القدم، او كمان تثقيف اللعيبة من نواحي التغذية اللي محتاجينه قبل التدريب او بعد التدريب او قبل المباراة وبعد المباراة، وايضا كمان من النواحي النفسية. وخاصة كمان انت لما بتكون لاعب في النادي الاهلي بتقابل ضغوطات كبيرة، كل مباراة بتلعبها محتاج فيها دايما الفوز، فده محتاج لاعب ذو شخصية قوية. علشان كده في مجهود كبير بيبذل داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، بنحيي كل المسؤولين عليه، لجنة التخطيط وكابتن خالد بيبو وكل المدربين، وايضا بنشكر الكابتن سمير عثمان على المحاضرة دي لكل لاعبي القطاع. نروح بقى للفقرة المحببة لحضراتكم، فقرة نجم على الطريق. النهارده نجمنا هو لاعب مميز بيلعب باك ليفت مواليد 2009، لاعب سيف تامر. نروح نشوف التقرير ده عن سيف تامر، بعدها نروح لفاصل، بعد الفاصل استقبل ضيفي الكابتن احمد بلال. انا سيف الدين تامر، لاعب النادي الاهلي، مركزي باك شمال، وانا مواليد 2009 وبقالي 4 سنين في نادي الاهلي. انا جيت الاهلي عن طريق كابتن تامر حفني، راح شافني في الاكاديميه وخدني قطاع الناشئين. انا اتعلمت في الاهلي ان انا اقاتل على الكوره والعب لغايه اخر دقيقه واحترم الفانيلا الحمراء. بابا وماما بيقولوا لي ما تعملش اي حاجه تضرك وخلي بالك عن نفسك وخلي بالك من مستواك.
مستقبلك واعمل اللي انت عاوزه في مستقبلك. الكابتن ميدو ماهر بيقول لنا العبوا سهل عشان ما تتعوروش. اول لما انا اجي اقول لكم حاجه حاضر وما تجادلوش، واول لما اقول لكم اعملوا حاجه لازم تنفذوها، واول لما تيجوا توعدوني تعملوا اللي انتوا قلتوه. انا جبت سالفه 8 تجوان. انا نفسي ابقى زي علي معلول علشان هو بيقاتل على الكوره وبيستسلمش قوي. عالميا نفسي ابقى زي مارسيلو. انا بتفرج على ماتشات الاهلي ما بفوتش ولا ماتش. اما بشوف ماتشات الاهلي بيبقى نفسي اني في يوم من الايام اكون زيهم والعب نفس لعبهم، لان هم عارفين كويس ان هم بيلعبوا باسم مين لازم يقطع الكوره. انا بحلم اني اكسب افريقيا مع النادي الاهلي. بقول لعيبه النادي الاهلي ما تقلقوش من حاجه، انتوا مجهودكم على السنه كبير جدا، ما تضيعوهوش على اي حاجه. في الاول في الاخر احنا النادي الاهلي وبنكسب اي حاجه. انا بقول لجماهير النادي الاهلي في اي ماتش نكون خسرانين لازم تحطوا طموحكم لغايه اخر دقيقه. يعني ما فيش حاجه ضاعت، في لسه لعيبه جايه مكان اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي، لسه في لعيبه جايه من الناشئين. اقول لبابا وماما شكرا على مساعدتكم وعلى سندكم ليا، وربنا يخليكم. اهلا بحضراتكم من جديد. ضيف النهارده اللي مشرفني منورني في برنامج الاشبال من اشبال النادي الاهلي، كان دايما يعني نجم وهو ناشئ، وكمان لما لعب في الفريق الاول زي ما بيقولوا من مواليد منطقه الجزاء، كان بيسدد باليمين والشمال ودماغه وكل حاجه ما شاء الله كانت فيه بتسجل. كان لاعب مميز. ده على مستوى اللعب. على مستوى التحليل الفني دايما اراؤه مثيره للجدل، فربنا يسهل ويعدي الحلقه على الف خير. برحب بضيف الكابتن احمد بلال. ازيك يا كابتن اسامه؟ وحشني والله. انت وحشني. الله يخليك يا رب، ومبروك وفي تالق دائم ما شاء الله، من تالق للتالق يعني، وحاجه جميله الحقيقه والله. بس ما فيش اثاره للجدل ولا حاجه، احنا بس عشان ارائنا قويه شويه فالناس بتعتبرها ان هي اراء جدليه. لكن ما فيش اثاره، انا بقول الحقيقه بس. هو الناس ما بتحبش تسمع في بعض الاوقات، ما بتحبش تسمع الحقيقه كامله. بس هي دي مشكله الناس، مش مشكلتي انا الشخصيه. واحنا دايما بنحترم ارائك كابتن بلال، ودايما عندك اراء مهمه. طبعا بنعيش الحدث الافريقي والنهائي الافريقي بين الاهلي والزمالك يوم الجمعه، لكن قبل ما اتكلم عن الحدث الافريقي باستفاضه عايز ارجعك لورا شويه. احمد بلال ابن النادي الاهلي، من ناشئين النادي الاهلي، انضميت للنادي الاهلي في الناشئين. انت عندك كم سنه يا كابتن بلال؟ كان 14 سنه. 14 سنه. 14 سنه كنت جاي من الشرقيه، وكان ساعتها كابتن خالد جد الله ماسك الفرقه، وكان بيساعده كابتن ضياء السيد. بص الاسماء الكبيره يعني، احنا اتربينا على اسماء كبيره، وكابتن مختار مرني في الناشئين، وكابتن محمود صالح، وكابتن احمد عبد الباقي، وكابتن شطه لعبت برضو معاه. اسماء كبيره. لما تيجي النادي وبتشوف الاسماء الكبيره ده يا اسامه، بتحس، خد بالك، ان انت فعلا داخل جدران النادي الاهلي حقيقة. يعني الاسماء كبيره كنت بتتفرج عليها، بتشوفهم اسماء نجوم بتتمرن تحت قيادتهم. لما يقولوا لك على معلومه او يقول لك على حاجه فنيه بتسمع وانت مغمض عينيك خلاص. لما يجي كابتن خالد جد الله ولا كابتن محمود صالح ولا كابتن ضياء السيد او كابتن مختار يقول لك معلومه، اتحرك بالشكل الفلاني، اتحرك في الحته دي، اعمل كده، فبتسمع وانت مطمئن. طبعا مطمئن خلاص، ما انت شفت الراجل ده بيتعلق حقيقة. بيسجل وبيصنع وبيعمل كل حاجه في الكوره. فبالتالي انت لما بيديك نصيحه وانت صغير، ودي خد بالك يمكن ابتدى النادي الاهلي يعني الحمد لله مؤخرا اشتغل على الحته دي، حط اسماء مدربين حقيقة. نجوم عشان خاطر اللعيبه لما تبص لها، لان اللعيب في الاول وفي الاخر بيبص على المدير الفني او المدرب بتاعه وبيعتبر هو القدوه حقيقة. بتاعته، وده اللي حصل في الفتره الاخيره في النادي الاهلي. وانا بتفق معاك، مهم جدا لما بيكون القدوه بتاع اللاعب اسم كبير، واللعيب حتى يعني ممكن قريب في السن او بيشوف له بعض اللقطات، فده بيفرق. قبل ما ابتدي حواري مع كابتن ميلاد عن برضه عن الاشبال والناشئين وفتره وهو كان من ناشئين النادي الاهلي، تعالوا نشوف مع بعض التقرير ده عن نجمنا الكابتن احمد بلال. احمد بلال جلاد الحراس، الهداف، عمله نادره، كلمات ربما تسمعها كثيرا في الملاعب الخضراء، ولكن في الحقيقه
تنطبق على القليل ممن لمست أقدامهم الملاعب. أحمد بلال الجلاد واحد من تلك النوعية التي لم تجود الملاعب المصرية بمهاجم مثله، واحد من اللاعبين الذين أطلق عليهم المعلق الكبير ميم الشربيني أنه من مواليد منطقة الجزاء، ولكنه في الحقيقة تنحدر جذوره لمحافظة الشرقية. ولد أحمد بلال في شهر أغسطس عام 1980 بمحافظة الشرقية، ومن هناك تعلق الفتى الصغير بكرة القدم وزاد عشقه للأهلي. طارد حلمه الكبير منذ أن كان طفلا صغيرا حتى تحقق وانضم لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث لفت أنظار كل مدربيه حتى عرفه الجميع بتألقه الواضح في مونديال العالم للشباب الذي أقيم في مصر عام 97 تحت قيادة الدكتور محمد علي، وكانت هي بداية رحلة نجومية التي من بعدها استطاع أن ينافس بقوة لكي يحجز مكانه في هجوم النادي الأهلي، خاصة مع الفرصة الذهبية التي منحها له المدير الفني البرتغالي مانويل جوزي في القسم الثاني من موسم 2001-2002. تألق أحمد أجوال بشكل واضح في القلعة الحمراء محققا العديد من البطولات ومسجلا أحلى الأهداف. أحمد بلال عاشق الشباك جلاد الحراس، معنا اليوم في الأشبال. شايفين ما شاء الله اهداف حلوه قوي في التقرير ده اللي بنشكر يعني فريق الاعداد على اعدادهم للتقرير الكابتن بلال. ليه دلوقتي يعني عمله المهاجم بقت عمله نادره دلوقتي في الدوري؟ الاول طبعا بشكر شوقي محمود على التقرير الحلو ده، يمكن هو عاصرني من وانا صغير. محمود شوقي وحكيمه وعالم بكل طبعا فريق الاعداد وعلي توحيد يعني كل الناس واحمد رشاد ويسرى طبعا مخرجتنا الجميله يعني في كل فريق العمل يعني بشكرهم طبعا على التقرير والحاجات، عشان ليا حوارات كتيره مع شوقي محمود، فهو عاصرني طبعا وعارف وعارفني كويس. يعني عايز اقول لك مشكله الهدافين يا اسامه، وانت عارف طبعا وانت هداف كبير اكيد طبعا ونجم كبير ولعبت في المكان ده وعرفت اساسيات او احتياجات المكان ده. راس الحربه للاسف بقينا بنقيمه دلوقتي راس الحربه اللي جوه ال 18 بس. يعني ناس لو رجعت كده 10 سنين لورا او 15 سنه مثلا هتعرف ان لا، راس الحربه ده مش بس اللي بيسجل اهداف، بيسجل اهداف ويصنع اهداف ويتحرك كويس بره ال 18 وجوه ال 18، ويشتغل برجله ويشتغل بدماغه ويشتغل بفكره كمان. ما بقتش موجوده للاسف في هذا التوقيت. يعني انا زمان مثلا كنا بنلعب انا وانت جنب بعض، انا ببقى جوه البوكس في وقت من الاوقات وانت تحت 18 والعكس في بعض الاوقات. طرق اللعب ممكن بتظلم اختلفت شويه اختلفت كتير قوي وظلمت اجيال كتير وظلمت ناس عندها امكانيات وقدرات ما بتظهرش في التوقيت الحالي. تمام، احنا يعني لما نيجي نتكلم عن الفراوده وليه هم اصبحت او ليه اصبحوا عمله نادره، اولا الفرود لازم يكون عنده شخصية قوية داخل الملعب، لازم يكون عنده جراءة حقيقة. لازم يكون عنده ذكاء داخل ال 18، لازم يكون عنده سرعة بديهة داخل ال 18، لازم يبقى عنده حاجات بخلاف موهبته الحقيقية ان هي امتلاكه للكرة وازاي يسيطر عليها وازاي ان هو يتعامل مع زمايله في الملعب، حاجات كتيرة جدا، لكن انا بكلمك على الجزء العقلي ما له علاقة بالذكاء الفرويد داخل الملعب، ازاي يجيب ركلة جزاء زي ما انت كنت مميز في الحتة دي قوي. لازم يعني المهاجم يكون مختلف عن كل اللعيبه، لان هو ده المان تارجت اللي بتشتغل عليه، هو ده اخر محطه بتوصل لها عشان يسجل الاهداف او عشان خاطر ان هو يترجم كل الجمل التكتيكيه اللي بيشتغل عليها المدير الفني. النهارده الفرق كلها بطريقه اللعب المختلفه 4-2-3-1 بقت تخلي كل المدربين المصريين يلجأوا للعيبه الافارقه ما لهم السرعه والقوه. طب فين المهاره؟ مش مهم المهاره، احنا في اوقات كتيره جدا المدربين المصريين ما بيدوروش على حته المهاره في الحته اللي قدام. عشان كده قليل القليل من المهاجمين الافارقه اللي بيسجلوا اهداف كتيره في الدوري المصري. المهم ان انا عايز مميزات ثانيه يعني ممكن ما تكونش بتاعه المكان ده، ممكن تكون بتاعه مكان ثاني، بس هو عايز يوظف الحته دي عشان السرعات والهجمات المرتده وكان كره القدم. خد بالك من الحته دي، وكان كره القدم اتخلقت عشان الهجمات المرتده السريعه فقط لا غير. تمام، انت قلت لي انك انت انضميت للنادي الاهلي وانت عندك 14 سنه. فاكر الحكايه والقصه؟
ده قصة عجيبة. خد بالك أنا يعني كان فرق بيني وبين عدم الانضمام ساعات قليلة. ساعات. اه طبعا. بص قعدت فترة مع كابتن خالد جدلة. وكابتن ضياء السعيد قعدت فترة بتمرن وبلعب، وبعدين جه التوقيت بقى خلاص إن إحنا إيه؟ تخلص بقى الاستمارات. يعني تأيد. أنا كنت ماضي استمارات من بدري. بس جه التوقيت يا تتأيد ويجيبوني من ديار بنجم يا خلاص بقى كل سنه وانت طيب وارجع ايه وارجع العب في الحاره تاني. المهم ايه، كان انا فاكر التوقيت طبعا، كنا يوم خميس والتسجيل يوم السبت هناك في ديار بنجم، وخلاص الدوري هيبتدي يوم الاسبوع اللي بعديه على طول، مفيش وقت يعني. وكل شويه يكلموني في ديار بنجم، ها هتلعب في الاهلي ولا هترجع لنا؟ وانا طبعا ايه مكسوف اكلم كابتن خالد جدلة. بس خلاص بقينا الخميس اخر بعد السبت. انت مكسوف تكلم كابتن خالد؟ مكسوف يعني. طب قول الو كده. الو الو يا كابتن خالد. كابتن خالد جدلة. كنت مكسوف تكلم كابتن خالد. قلت لك كابتن خالد على التليفون. ازيك يا اسامه، اخبارك ايه؟ ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن خالد؟ حضرتك كتير يا كابتن خالد حبيبي، منورين انتوا الاثنين، وسعيد بيكم وسعيد وانا بتفرج عليكم. الله يخليك. والله مش هقول بقى، انتوا ولادي يعني، انتوا طبعا يا كابتن طبعا صاحب فضل علينا وعلى بلال، طبعا اتعلمنا منك كتير يا كابتن. طب بعد الله سبحانه وتعالى صاحب فضل عليا كبير جدا 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 يعني. لا جدا لا انت تستاهل كل. والله يا كابتن يعني لسه بحكي لاسامه، عايزين نسمع منك الحكايه بقى يا كابتن خالد. الخميس والعربيه لما عملت حادثه. ما انت بص، انت عشان ابن حلال. الله يخليك يا كابتن، ربنا برضو وقفني في طريقك. ومهم جدا نقول ان المدرب لما بيكون مدرب شخصيته سوية بتفرق كتير جدا. ان هو بيحب الخير لكل الناس وبيحب الخير بالنسبة للعبته. فالحمد لله ان انا كنت من احد الاسباب في انضمام احمد للنادي، وهو الصراحة شرفني من ساعة ما جه. يعني كان هداف الفرقة وهداف منتخب مصر، وعشان انتوا جبتوا لقطة لمنتخب مصر للناشئين سنة 97 لأسامة اللي كان ماسكه الله يرحمه المرحوم ده محمد، دكتور محمد علي. دكتور محمد علي. المنتخب ده كان 8 من فرقة النادي الأهلي، من فرقته. صح. يعني صح. منتخب مصر 8 لعيبة أساسيين هم اللي بيلعبوا بيمثلوا مصر. صح. كانوا من الفرقة، فرقة كانت محترمة. وزي ما احمد بقى انا يعني مش كنت متوقع له، الحمد لله الواحد عشان عينيه كويسه فبيعرف اللعيب اللي هيكمل من بدري قوي، طالما بتتوافر فيه المواصفات السلوكيه والاخلاق، ولما بتزيد بقى الفنيات بتفرق كتير جدا. فكانت الفرقه فيها لعيبه هاني سعيد واحمد بلال، كان جيل ما شاء الله مميز يا كابتن خالد. وحضرتك كنت مسافر الشرقيه، العربيه اتخبطت. أيوة. قلت اكمل ولا ارجع تاني اجيب اللعيب ده؟ لا انا افكر كابتن خالد بحاجه. كان معانا الله يرحمه كان المرحوم عادلي الوراق معانا، فقعد يقول لي كابتن خالد جدلة ايه، تعال نرجع يا كابتن نصحح العربيه، وانا اقول له بكره الخميس بكره الجمعه. لا انا كملت لان احمد كان يستاهل بصراحه. الله يخليك. واحد يكمل. ربطنا الشنطه طبعا، شنطه العربيه برضه بحبل. صح. وربنا وفقني الحمد لله، جبت له الاستغناء ولعب معانا اول ماتش كان المقاولين العرب، كان عندنا في مدينه نصر. صح. جاب جونين وكسبنا مش فاكر 3 أو 4-0. كسبنا 3 كانت. صح مظبوط. كسبنا 3 وكلمت محمد علي. وكان دكتور محمد علي قاعد في الماتش ده بيتفرج. صح. انا اللي جبته، وانا كلمته وقلت له تعالى في راس حربه هتاخد، هو طول ما انت ماسك المنتخب هو اللي هيكسبه. وفعلا ضم احمد، واحمد بقى احمد اجوان بعد كده. الله يخليك. واسامه بقى انا برضه لازم اقول كلمتين برضه، ما اسامه من الناس اللي ان انا برضه ضميته، اول واحد ضمه المنتخب مصر الناشئين. طبعا. صح. واسامه برضه كان من الهدافين الكبار قوي. صحيح. من اللعيبه قوي، فانا سعيد بيكم جدا بصراحه، وانا بتفرج عليكم وعمال افتكركم بقى من زمان. وانا يعني اسعد يا كابتن خالد ان حضرتك موجود معانا، يعني فرصه طبعا، وحضرتك موجود معانا وحضرتك نجم كبير. عايز اسالك. أيوة. عن النهائي الافريقي، القمه ما بين الاهلي والزمالك، شايف المباراه ازاي؟ ويعني ابرز الرسائل والنصائح اللي ممكن الكابتن خالد جدلة يوجهها للاعبي النادي الاهلي. والله يعني انا مش هتكلم كتير عشان ما اخدش الوقت احمد معاك في البرنامج، ولكن هتكلم في 3 نقط بسرعه جدا. مباراه طبعا احنا كمصريين نتمنى ان احنا نشوفها على مستوى يشرفنا كمصريين ويشرف البلد.
بغض النظر عن النتيجة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين بقى، أنا بقى كراجل أهلاوي ومحب طبعا لنادينا الحبيب النادي الأهلي، بتمنى التوفيق والفوز لينا بإذن الله، ولكن الماتش دون ملوش أي معايير وملوش أي مقاييس. والشطارة، معلش أنا هقول كلمة يمكن أنت بقى وإحنا بتقعدوا تفكروا فيها بعد كده، الشطارة من أي مدير فني، لأن المفروض من المفترض أي مدير فني بيشتغل بيكون ربنا مديله موهبة غير الناس المشجعين أو المشاهدين، يعني يقول يكون عنده أفكار غير اللي هي موجودة عند الناس. فإزاي وإحنا بنلعب نادي الزمالك، نمرة واحد لازم نحترم فرقة نادي الزمالك لأنهم عندهم مواطن قوة في الفرقة ومواطن ضعف، ولكن الشطارة من المدير الفني بتاعنا بإذن الله إزاي يوقف نقط القوة اللي في نادي الزمالك، وإزاي يحول نقط القوة دي لنقط ضعف. يعني هي محتاجة بقى شوية تفكير منكم، إزاي إن أنا أوقف نقاط القوة في الفريق المنافس اللي إحنا هنلعبه، وبعد ما أوقف نقاط القوة دي إزاي أحول بقى نقاط القوة دي لنقاط ضعف. هسهل لكم شوية، واحد زي أشرف بن شرقي ده بيبقى لعيب كورة كويس، الهجمات المرتدة هايل، ازاي انا اوقفه وامنعه ان هو يعمل اي هجمة مرتدة عليا، وفي نفس الوقت يبقى انا كده وقفت نقطة قوة، ونقطة القوة دي ازاي احولها لنقطة ضعف ان انا اهاجم من ناحيته وانا معايا القوة. تمام، يبقى هو ده المنطلق او الفكر بتاع الماتشات الكبيرة وبتاع الماتشات اللي هي بتجيب بطولات. اتمنى باذن الله التوفيق للاعبتنا، وانا عارف ان هم هيكونوا على قد المسؤوليه وهيكونوا مركزين، وباذن الله يعملوا ماتش كويس ويجيبوا لنا الكاس باذن الله. واحنا يا كابتن خالد بنشكرك، واكيد دي نصائح مهمه ورسائل مهمه للاعبي النادي الاهلي. بنشكر الكابتن خالد جد الله نجم الاهلي السابق. شكرا يا حبيبي. شكرا يا كابتن خالد. شكرا. شكرا يا استاذ. رجعك للذكريات القديمه. عايز اقول لك واحنا في الطريق كنا بالبيس رايحين طريق بالبيس، الصحراوي. يعني الصحراوي. فلما العربيه اتخبطت كان معنا كابتن ناجي برضو تقريبا. فلقينا كابتن المهندس الله يرحمه سياده العميد عدلي الوراق. كابتن خالد يلا نرجع الصفره دي شكلها كده بدايتها. يعني العربيه اتخبطت فيلا نرجع تاني. يلا كابتن خالد نرجع. وبعدين كابتن خالد طبعا يعني العربيه اتخبطت وخبطه جامده، فاكيد متنرفز يعني. فيبص كده وعمال يلف حوالين العربيه، طب يعمل ايه والتاني عارف ايه. يلا كابتن خالد نرجع. وانا قاعد ورا قاعد في الكرسي اللي ورا، انا حرام عليك هتضيعني. فيعني دي بيبين العين الحلوه في المدرب بتاع الناشئين، وكمان اصراره لما يكون بيؤمن بموهبه صغيره عنده. دايما النجم لما بيكبر بيفتكر كل الذكريات دي. كابتن بلال، يعني بنشوف الفتره دي مع موسيماني عدد كبير جدا من ناشئي النادي الاهلي بيتمرن، بيتم دفع بيه في مباريات الدوري ومباريات الكاس، فرص كبيره ما شفناهاش قبل كده على سنوات كبيره. صحيح. شايف الدفع بالناشئين كتير او الثقه اللي اداها الموسيماني لعدد كبير من الناشئين، شايفها ازاي؟ بص، شو انا بحترم جدا وبقدر المدير الفني اللي يدي فرصه للناشئين بتوعه. كويس. اولا في اكتر من ميزه في الحته دي، او في اكتر من حاجه جيده في كون ان انت تدي الفرصه للناشئين الموجودين عندك. اولا من الناحيه الاقتصاديه. كويس. هرد لك من الناحيه الاقتصاديه، النهارده الاسعار بقت مخيفه جدا. النهارده ممكن تجيب لعيب امكانياته 60% وتدفع فيه رقم 20 30 مليون جنيه، وده رقم كبير جدا. جدا. النهارده ممكن اللعيب اللي موجود عندك في الناشئين يغطي لك الحته دي، او يكفر الحته دي، ان هو ممكن يبقى موجود لو عندك 2 او 3 من الناشئين، فانت بتتكلم في حوالي تقريبا داخل في 100 وشويه مليون. لان النهارده اللعيب اللي بتشتريه برده ب 30 مليون هو برده بياخد رقم مش قليل، من 7 ل 10 مليون جنيه تقريبا يعني. فلو انت بتتكلم في ثلاث لعيبه جايبهم من بره، فانت بتتكلم في حوالي 100 120 مليون جنيه. فدي ارقام اقتصاديا او ميزانيه كبيره جدا 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 الانديه في غنى عنها في حاله ان هو يعتمد على الناشئين. دي رقم واحد. الناحيه الفنيه، انت بتشتري لعيب بالظبط، انا وجهه نظري هو عامل زي البطيخه مع احترامي يعني. انت بتجيب لعيب ما بتبقاش عارف اذا كان هو ممكن هيتاقلم معاك ولا لا. اكيد بيعمل لعيبه. بص يا كابتن اسامه، في عوامل ثانيه اخرى ممكن يتاقلم على كل المستويات، مش مصر بس، في العالم كمان. انت بتشتري لعيب ما بتعرفش اذا كان هيأدي معاك ولا لا، الا اذا كان لعيب مثلا سوبر ستار، وده لعيب مكسر الدنيا في كل حاجه واحسن لعيب في مصر قوي يعني. مثلا ممكن ما يوفقش على سبيل المثال. دي ماريا راح من ريال مدريد، راح مانشستر يونايتد، لم يوفق. مظبوط صح.
لوكاكو جاي من نادي وكان هداف الدوري الانجليزي وكان افضل مهاجم في الدوري الانجليزي راح مانشستر يونايتد ولم يوفق، وهكذا امثله كثيره جدا جدا جدا. فانت لما بتجيب اللعيب انت بتجيبه على بعض الحاجات اللي انت شايفها فيه، بتشوف فيه قدراته كامكانيات ولعيب، لكن هو مدى تاقلمه معاك دي بتعتمد على اللعيب نفسه مش عليك انت كنادي. انت لما بتجيب لعيب بقى من عندك من ناشئين، انت اللعيب ده انت اللي مربيه، هو حافظ الاجواء بتاعتك، اشتغل تحت الضغط، عارف سياسه النادي الاهلي، فبالتالي لما بيطلع فوق سرعان ما بيندمج بسرعه. بيبقى فرص اندماجه. السنه دي وانت يعني هسيبك تكمل النقطه دي، السنه دي فيه اهتمام كبير جدا بقطاع الناشئين، يعني شفنا زمان مدير فني هولندي للبراعم او لقطاع الناشئين او كان للبراعم بس، السنه دي بنشوف مدرب مش كده؟ كان كورفر زمان بس كان للبراعم، السنه دي الاهلي بيعملها بقى يعني للقطاع كاملا. بروكش سي في قوي، شيكي عنده خبرات كبيره، بيحاضر المدربين ايضا. حلو. فالنهارده التطوير مش لاعبين بس، ده مدربين كمان. دي ودي نقطه ايجابيه جدا، دي النقطه اللي احنا هنتكلم فيها على يعني كيفيه تطوير القطاع الناشئ، لكن انا بكلمك على اللعيبه اللي بتطلع من تحت لفوق، فاللعيب اللي بيجي من تحت من الناشئين يعني تمام، بيبقى فرصه تاقلمه مع الفريق الاول اسهل بكتير جدا، لان هو معتاد على الاجواء. وبعدين انت بتختار اللعيبه بعنايه، شايف فيه الكواليتي المظبوطه، الشخصيه الجيده، الامكانيات، الاخلاق، السلوك، كل الحاجات دي، بالاضافه طبعا الى امكانياته الفنيه، كل الحاجات دي انت بتقيمها وبناء عليه بتختار اللعيب. يطلع فوق يبقى له مكان او ملوش مكان بقى، دي بتعتمد على المدير الفني. تمام، بتعتمد على المدير الفني ومدى قناعته باللعيب نفسه. يعني النهارده لو حطينا ثلاث لعيبه مثلا للنادي الاهلي او كان عندنا تارجت كل سنه طلع اثنين لعيبه، اثنين بس، هيبقى في خمس سنين عندك فريق متكامل من النادي الاهلي، من قطاع الناشئين، من النادي، زي ما كان بيحصل زي ما احنا كنا زمان كده. انا وانت وامير عبد الحميد واحمد السيد، ويعني اسماء كبيره، وهادي خشبه وحسام غالي، لعيبه كتيره جدا من قطاع الناشئين كونوا النادي الاهلي وحافظوا على شخصيه النادي الاهلي، على عكس ما كل سنه انت بتقعد تشتري 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 وعندك 30 ل 40 لعيب وممكن ما يكونوش على قدر المستوى، لكن هم دول المتاحين في السوق. ما هي برضه خد بالك، انت بتشتري المتاح غصب عنك، مش بتشتري، انت ما بتنقيش، بتشتري طبعا انت الافضل، بتشتري المتاح. يعني انت بتنقي الافضل مثلا في حسب من المقصه من الاسماعيلي، على حسب وعلى حسب كمان احتياجات. مدى تعاون الانديه معاك ومدى تقييمهم للسعر. ففرصه كبيره جدا، وانا بحيي علاء موسيماني ان يبتدي يبقى عنده عين ثانيه مختلفه يشوف بيها اللعيبه الناشئين اللي موجودين في القطاع تحت، ودي حاجه جيده جدا. اللعيبه بتاخد ثقه، سعرها بيعلى، خد بالك يا كابتن اسامه، زي ما حصل قبل كده ممكن تودي لعيب وتجيبه تاني، يعني تطلعه حته الاعارات دي تطلعه عندك فالناس تشوفه، فيبتدي يبقى مطلوب بره بلغه الكور بالبلدي كده، يستوي او ينضج كلعيب وترجع انت تجيبه تاني. دي النقطه المهمه جدا، بمعنى النهارده ممكن يبقى لعيب عندك وما بيشاركش، فالنهارده زي محمد فخري، زي شادي رضوان، بداوا يظهروا بشكل مميز. السنه الجايه ممكن فرصهم قليله شويه، اعاره لنادي البنك الاهلي يلعبوا بصفه مستمره، ممكن هديك تابعهم وترجعهم تاني. وشفنا اكرم توفيق، هقول لك محمد شريف، لعيبه كتيره جدا، ناصر ماهر ولعيب وزمان كان مثلا حسن مصطفى لما ماشي ورجع، اسماء كتيره جدا. هقول لك على حاجه، اللعيبه دي فخري شادي مثلا يعني لو ما كانوش لعبوا الوقت القصير دي، كان حد ممكن يفكر فيهم بالشكل ده؟ لا، النهارده كنت هتتعب كتير جدا كنادي اهلي عشان تسوقهم، وكان ممكن ما تلاقيش فرق بتطلبه، ممكن. لكن كون قناعات النادي الاهلي بالاسماء دي، ده بيديهم فرصه كبيره جدا في الدوري ان هم يتسوقوا بسهوله جدا جدا جدا، وبيدور عليهم الانديه يعني الانديه اللي عندها امكانيات وقدرات. مظبوط. يعني النهارده النادي البنك الاهلي داخل بقدراته وامكانيات، سيراميكا داخله بقدراته وامكانيات، الجونه عنده قدراته وامكانيات. لو اللعيبه دي ما ظهرتش مع الفريق الاول في النادي الاهلي كناحيه على الاقل كناحيه تسويقيه، مش هتلاقي اللعيبه دي بعد كده في الدوري الممتاز، هتلاقي اللي بيطلبها فريق درجه ثانيه، فريق بينزل، فريق بيهبط، فريق ما عندوش امكانيات ماديه، مش هيقدروا كمان ان هم من خلال الفرقه دي ان هم يعني من اهم المحطات في حياه بلال. وانا لسه بتكلم عن مرحله الناشئين، لسه هتكلم دلوقتي عن الفريق الاول والنهائي الافريقي باستفاضه دلوقتي، مباراه احمد بلال امام الزمالك كمان، ومباراه السته كنت انت احد اللاعبين المشاركين فيها. من اهم المحطات الكابتن خالد الله قال مع الدكتور محمد علي رحمه الله عليه، كان كاس العالم للناشئين وذكريات كاس العالم للناشئين، وكان بلال برضه متالق وبيحرز الاهداف في البطوله دي، كانت على ارضنا كمان في مصر. كاس افريقيا، كاس الامم الاول، افريقيا الاول خدتوها في بوتسوانا، صح، كنت انا هداف المنتخب برضو في البطوله دي، وكانت بطوله، بس هي للاسف ما كانتش بطوله مذاعه، يعني احنا حظنا ما كانش لسه في تلفزيون. شايف الصوره دي؟ ده الجيل ده الجيل بتاعنا.
ده جيل جيل 80 دي حقيقه. هاني لعيبه النادي احمد بكرامي رحمه الله عليه وهاني سعيد واشرف ابو زيد وياسر علي واحمد بلال، دول احنا خمسه اساسيين من لعيبه المنتخب المصري، غير اللي كان احمد فهيم معانا واتصاب كان برضو من ناشئين النادي الاهلي. كان جيل بصراحه يعني دكتور محمد علي الله يرحمه يمكن كان بيحارب وبيقاتل عشان الجيل ده. احنا خدنا سادس عالم في البطوله دي، اتغلبنا من اسبانيا في المباراه النهائيه، وسجلت انا هدف برضو في في كاسياس، هدف برضو يعني من الاهداف اللي ما تتنسيش يعني في تاريخ الواحد. لان انت بتلعبش كاس عالم كل خمس دقائق يعني، تلعب كاس عالم كل مره في العمر تقريبا يا وانت كبير وما بتحصلش غير كل 60 سنه كل 25 سنه ابويا الله يرحمه ما عاصرش مصر راحت كاس العالم يا وانت صغير بقى في الناشئين لو ربنا كرمك وايه خدت بطوله من البطولات يعني. فخد بالك، ودي برضو من الحاجات اللي بتخلي المدربين بقى في الدرجه الاولى او الناس اللي بتشتغل في مجلس الاداره او تحط يقدروا يقيموك صح. لما بيشوفوك في بطوله زي كده، بطوله دوليه، بيعرفوا بقى ساعتها بقى هل انت الكواليتي المناسب انك تلعب في الفريق او في النادي الاهلي ولا لا. لان دلوقتي غير زمان، دلوقتي ممكن لعيب يبقى 50% نص كواليتي يلعب في اي حته ما فيش مشكله. لكن زمان عشان كنت تلعب حسام حسن موجود، احمد فيليكس موجود، علي ماهر محتاج ربع فرصه. بص انت محتاجهم يموتوا محتاج تدريبه محتاج يحصل زلزال عشان تلعب. كانت زمان الفرصه للناشئ صعبه انك تدخل في وسط النجوم الكبار دي، فعشان كده لما كانت الفرصه بتيجي. اقول لك على حاجه يا اسامه، بمناسبة الفرص بتاعت الفريق الأول لما جه بعد طبعا طول لعب كاس عالم ومنتخب أولمبي بلعب منتخب أولمبي، بلعبش في الفريق الأول في الأهلي وأنا اللي جنبي بيلعبوا أساسيين في أنديتهم وأنت بتلعب منتخب أولمبي وما بتلعبش الفريق الاول، مش لان انت وحش، لا لتكدس التخمه اللي موجوده. بقول لك احمد فيليكس وحسام حسن وعلي ماهر كوشري. واحمد كوشري وعلاء ابراهيم وليد صلاح الدين، يعني في مش عايز انسى حد تاني يعني، بس يعني اسماء يعني عارف انت ايه وانت قاعد بره. والله كان في وقت بلعب منتخب اولمبي كده قاعد كنت بتفرج على تمرين الفريق الاول فقعد ماسك الحديد، كان في سور حديد قدام باب النادي، فقعد كده بتفرج على التمرين بتاع الاهلي، بتفرج على حسام حسن وكشري وفيليكس وعلي ماهر وكان علاء ابراهيم لسه منضم حديثا. طب بقى عندي 18 سنه وشويه هروح فين؟ هطلع فين انا؟ هطلع فين وامتى؟ عارف الافكار تحس ان الدنيا ضلمه كده، ايه ده؟ في ايه؟ ايه الناس دي؟ يعني كم نجوم كانت غير طبيعيه غير طبيعيه. ربع ساعه هي اللي لعبتها مع الفريق الاول. يعني تخيل انت مثلا الفرصه اللي بتاخدها عشان يقدر المدير الفني يحكم عليك ربع ساعه. طلعت مع مستر تسوبل كده اول ما جه كان في مباراه وديه والله ما في حتى مع شبين شبين في شبين انا فاكر. فرحت قال لي بص هتلعب تلت ساعه. كان الله يرحمه كابتن صوت بطل هو مدير الكوره، قال لي بص تلت ساعه تركب تلت ساعه اعمل ايه؟ قال لي هم تلت ساعه. والله يا كابتن اسامه لعبت التلت ساعه دي وكنت موفق فيها جدا جدا جدا. وعارف انت بقى لما المدير عارف انت قاعد من بعيد مستني الراجل يجي يقول لك كلمه اي حاجه اي كلمه حلوه بس يحفزك بيها عشان تنزل. فمطبطب عليا كده قال لي كويس بالعربي كده عارف تسوبل كان كويس كويس الحمد لله شكرا. برضه هو يعني اول مدرب كان صعد الفريق الاول كان سوبل وكان دايما بيحب الناشئين وبيصعد الناشئين. اكيد ذكريات حلوه. نروح لفاصل وبعد الفاصل بقى اسال ضيف الكابتن احمد بلال عن النهائي الافريقي بين الاهلي والزمالك. الكابتن بلال شايف النهائي الافريقي ازاي؟ خاصة مباراة يعني مش عايز اتكلم عن الفنيات دلوقتي، لسه هتكلم معاك عن الفنيات، لكن فيها ضغط عصبي كبير. اللعيبة اكيد بتتابع السوشيال ميديا، بتشوف اراء الجمهور، التليفونات، الرسائل، كل الكلام ده. يعني طول اللعيبة خاصة يعني في مباراة عليها ضغط كبير جدا، ما ينفعش اللعيب ينزل وعليه كم الضغوطات دي كلها. بص بشوف النهائي الافريقي مباراة صعبة سهلة. صعبة سهلة. صعبة جدا. طول ما انت حاطط عليك ضغط، طول ما انت متابع للاراء بتاعت السوشيال ميديا وللميديا بشكل عام، وان المباراه صعبه جدا، وان الزمالك هي عنده فريق امكانياته وقدراته عاليه جدا، وان في ضغوطات على لعيبه النادي الاهلي والى ذلك، كل ده بيصعب من المباراه. سهله جدا لو خدت المباراه كمباراه 90 دقيقه تقدر تشتغل فيها بشكل كويس، تقدر تتبع
تعليمات المدير الفني اللي هي من وجهه نظر الشخصيه هتكون مهمه جدا 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 زي يمكن قال الكابتن خالد جد الله من شويه. هتبقى تعليمات المديرين الفني وحضور المدير الفني في المباراه دي تحديدا هيبقى مهم جدا ومفيد جدا جدا للاعيبه النادي الاهلي. ان يكون المدير الفني موفق في التشكيله موسيمان ان شاء الله في التشكيله اللي في البدايه اللي بيحطها وكمان التغييرات على ثلاث حاجات يا اسامه. اولا موفق في التشكيل. تاني حاجه موفق في المهام اللي هيديها للاعيبه داخل الملعب. بعض الحاجات الصغيره المهام الصغيره التحركات العرضيه اللعيبه اللي هيديها حريه الحركه في النواحي الهجوميه اللي هيديها مثلا مهام قليله في النواحي الدفاعيه دي حاجات بتبقى مهمه جدا 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 للعيبه داخل الملعب في المباريات الثقيله دي. التوفيق رقم ثلاثه في التغييرات بتاعته. سواء اذا كانت التغييرات الداخليه او الخارجيه ممكن في وقت من الاوقات يبقى يعمل تبديلات ما بين اللعيبه وبعضها. يحط لعيب من ناحيه اليمين يغيره ناحيه الشمال على اساس السرعات اللي موجوده او الثغرات اللي موجوده. يمكن في لعيب ممكن يبقى بطيء في نادي الزمالك او قليل وعندنا لعيب مثلا ناحيه اليمين حسين الشحات لا نغير الحته دي او يغير اللعيبه ويلعب الافو عندنا عند الاقل فوقان الناحيه الثانيه. فبالتالي يبقى تغييره داخل الملعب تفيد لعيبه النادي الاهلي. فحضور المدير الفني وفكره داخل الملعب وذكائه لاداره المباراه هتسهل كثيره جدا جدا على لعيبه النادي الاهلي داخل الماتش. انت كابتن احمد بيقول لعب اكيد لعب مباراه الاهلي والزمالك كتير. المباراه اللي ما تنساهاش طبعا مباراه الستة واحد. طب 6-1 طبعا بالرغم انك ما سجلتش فيها انا صنعت يعني صنعت الدور مهم مع خالد بيب وقتها. الهدف الاول كنت مشترك فيه. انا اللي اديت انا اللي بصيت الكره لحسام غالي اللي صنع منها ما تعرضوا لنا الاهداف كده اللي صنع منها لرضا شحاته. الهدف الثاني خالد بيبو تمام. لا دي مباراه ثانيه غير السته دي. الهدف الثالث لا دي اللي انت سجلت فيها. المباراه دي انتهت 2-1 دي انا السته يعني انا شاركت يعني صنعت هدف وشاركت في صناعه هدفين. الكورنر انا طلعت مع عبد المنصف وكانت بتعليمات على فكره من مانويل جوزيه. يعني هو يعني واحنا بنتكلم واحنا على فكره في المحاضره فقال لي بص اي كورنر هيجي خليك انت تطلع مع عبد المنصف بحيث ان هو ما يقدرش ان هو يتعامل مع الكرات العرضيه بسهوله. لو انت شفت الهدف الثالث اللي سجلناه اللي سجله ابراهيم سعيد هتشوف انا طلعت مع عبد المنصف جامب يمكن انا كنت طوله تقريبا يعني بدايقه شويه هتشوفها يعني لو جت هتشوفها يعني. فشاركت في صناعه هدفين وصنعت هدف لخالد بيبو في المباراه دي. فانا بعتبرها ان انت طالما شاركت في صناعه الاهداف او شاركت او صنعت هدف في مباراه زي كده يبقى انت كان ليك حضور داخل في الاخر داخل الملعب. النادي الاهلي هو اللي فاز كسب. طبعا. انا بتكلم على الحاجه الشخصيه. ده الهدف الاولاني ده الهدف الثاني انا اللي طالع مع عبد المنصف لو اخدت بالك. التفاصيل الصغيره ده يا بلال بتفرق. انت قلت لي مانويل جوزيه قال لك النهارده في الكره هات العرضيه. بس عيد العيد بتاع عبد المنصف كده. هات الهدف الثاني اللي كان من كره ثابته لما احمد بلال لما طلعت مع عبد المنصف ده كانت تعليمات على فكره. يعني تعليمات من مانويل جوزيه. انا بتكلم من هل التفاصيل الصغيره يعني حته تفصيله صغيره او ملحوظه من مانويل جوزيه بيقول لك تطلع نتج هدف. هدف هدف بالظبط. هدف. انت بتشتغل في حاجات المدير الفني خلاص انت بتدرس انت وانت لعيب بتركز في المهام بتاعتك الشخصيه. بتركز في فكرك انت. هتشتغل ازاي. لكن في تفاصيل صغيره المدير الفني زي التعليمات الصغيره يعني مثلا ايه الكره الكورنر لازم تطلع مع عبد المنصف تخليك قدامه تمام بحيث انه ما يقدرش يتعامل مع الكره بسهوله. تمام. فانت لما عملت الحته دي تسجل جه منها الهدف الثالث اللي سجله ابراهيم سعيد. فدي الحاجات الصغيره اللي احنا بنتكلم فيها. ازاي انت تاخر نفسك يمكن ده دي الاهداف. هات بس دي الكور. ايوه انت بتقول عليه ده الخروج ده اللي انا طلعت فيه مع عبد المنصف وده دي التصليحه اللي صلحتها لخالد بيبو. دي بتاعت خالد لا وكمان بتحطها له يعني على انه يشوط على طول من لمسه واحده بنالتي. هي دي. ايوه لو ما طلعتش مع عبد المنصف كان مسك الكوره بايديه مستريح جدا ما كان فاهم. وده الصناعه بتاعت خالد بيبو. ده طبعا عايز اقول لك المباراه دي كان ممكن تنتهي 5-6 7-8 مستريح. يعني كان ممكن يبقى ريكورد. وعايز اقول لك على حاجه ان مانويل جوزيه بعد الماتش لمكوا بعد المباراه. انت متخيل احنا داخلين الاوضه مثلا المفروض يزغرط. انت كسبان الزمالك يعني 6-1 وريكورد عالمي مش هيتكرر مره ثانيه اطلاقا يعني. فالراجل داخل زعلان ممكن تكسبه اكتر من كده فيها 3-4 اهداف. انت بتلعب برضه نادي الزمالك ما بتلعبش نادي قليل. ومع ذلك انا بوريك عقليه الاجانب يعني عقليه المدير الفني الاجنبي. لما يكون قادر انك تضغط وتكسب الفريق الخصم
ما تترددش، لان اللحظات دي مش هتتكرر تاني. هو ده كلامه على فكره. انا الكلام اللي بقوله ده كلام مانويل جوزيه، انك انت اللحظات دي ما بتتكررش في التاريخ اكتر من مره. لما تكون قادر تسجل وقادر تصنع تاريخ اكتر لازم تعمل الكلام ده. وده نصيحتي للاعيبه النادي الاهلي يعني. وعايز اسمع برضه نصيحتك لاعيبه النادي الاهلي. نادي الزمالك نادي كبير عنده نقاط قوه، لاعيبه النادي الاهلي تخلي بالها من ايه يوم الجمعه. هسمع رد ضيف الكابتن احمد بلال ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن بلال، اكيد في نقاط قوه في نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي محترم عنده لعيبه كويسه، لعيبه النادي الاهلي تخلي بالها من مين يوم الجمعه؟ طبيعي نادي الزمالك نادي كبير، ووصوله للنهائي الافريقي ده يدل ان انت بتتكلم انت قدام فرقه كبيره، فرقه عندها امكانيات وعندها قدرات وعندها لعيبه على مستوى عالي طبعا، وده وضع طبيعي يعني. مفيش فرقه بتصل للنهائي الافريقي كده يعني بعشوائيه يعني. طبعا عنده نقاط قوه متمثله من وجهه نظر الشخصيه يعني في الثلاثي يعني فرجاني ساسي زيزو وبن شرقي وطبعا والمانترجم بتاعهم مصطفى محمد، وده يعني مترجم الهجمات يعني. ولكن انت بتتكلم في الثلاث لعيبه اللي تحت الفرود هم دول اللي بتلاقيهم في وقت الازمات، هم دول اللي بيحلوا المواقف، هم دول اللي بيوصلوا نادي الزمالك لانه يسجل اهداف، هم دول اللي بيصنعوا الاهداف. يعني بن شرقي زيزو عندهم سرعه، عندهم مهاره. فرجاني ساسي لعيب عنده رؤيه في الملعب، يعرف يعمل ثرو باس، مش محتاج انه يجري بالكره كتير، بيعرف يلعب على الجول بشكل كويس، هو اللي سجل الهدف التعادل في مباراه الرجاء اللي فاتت. فدول الثلاث لعيبه ومعاهم مصطفى محمد المان تارجت بتاع الزمالك، هم دول الاقوى من وجهه نظري في عند لعيبه نادي الزمالك. هم فرقه تكاد تكون مكتمله العناصر، يعني عندهم عناصر جيده في كل المراكز، ولكن ايضا عندهم نقاط بعض نقاط الضعف. لكن ازاي تشتغل على اللعيبه دي؟ ازاي تشتغل على فرجاني ساسي؟ ازاي تشتغل على بن شرقي؟ ازاي تشتغل على زيزو؟ ازاي ما تديش فرصه لمصطفى محمد ان هو يشتغل في الكرات العرضيه؟ دي مهمه المدير الفني وتعليماته، وايضا مهمه وتركيز اللعيبه. مش كل حاجه المدير الفني يا اسامه هيديها للعيبه، انت مش هتحفظه كتاب. انت النهارده اللي عليك دور مهم كلاعب في الملعب. انت اتفرجت اللعيبه شفتها، حافظ دورك الاساسي، الدور الهجومي والدور الدفاعي. ممكن في بعض الاوقات تتخلى عن بعض الادوار الهجوميه في سبيل انك انت تحافظ على الادوار الدفاعيه بتاعتك. يعني لما توقف حركه، او لما توقف خطوره نادي الزمالك عن طريق بن شرقي واحمد سيد زيزو، انت كده اوقفت حركه مصطفى محمد. قوة كبيرة من الزمالك. طبعا عايز اروح لرساله مهمه لجمهور النادي الاهلي، رساله بعتوها للاعبين، يافطه كبيره مكتوب عليها اكتبوا اسماءكم بحروف من ذهب في تاريخ الاهلي. الجيل الحالي للنادي الاهلي لو مسكناه كده بالحصر كده وبدانا نشوف اللاعبين، اللاعب الوحيد اللي خد بطوله دوري ابطال افريقيا هو وليد سليمان. مظبوط، اخر بطوله 2013 وليد سليمان. طبعا احمد فتحي خلاص يعتبر رحل من النادي الاهلي. يعتبر وليد سليمان. هل النهارده هي دي الرساله اللي قدامنا زي ما حضرتك شايفها يا كابتن بلال؟ اكتبوا اسماءكم باحرف من ذهب في تاريخ الاهلي. هل ده دافع لعيب النادي الاهلي النهارده لما يبقى الجيل ده، وانت يعني كنت من الجيل المشارك في 2001 وحققت بطولات مع النادي الاهلي، وفي كل بطوله اسم يعني بتحقق للنادي الاهلي اسمك بيتكتب في التاريخ. صحيح. ده دافع لعيب النادي الاهلي؟ دافع كبير جدا جدا. بص، فرصه كبيره للجيل اللي موجود. مسانده غير طبيعيه من الجمهور. تحمل الجمهور اخفاقات كتيره جدا، او عاد، او سوء توفيق، او ايا كانت الظروف، ولكن انت جمهور النادي الاهلي كان مراعي جدا جدا ان النادي الاهلي ما حصلش على البطولتين الافريقيتين برغم وصول النهائي. مش هنتكلم بقى عن التحكيم وهنتكلم عن الحاجات الكتيره جدا، لكن الجمهور تحمل وساند بشكل قوي جدا جدا جدا. والنهارده بيساند لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا. فرصه ذهبيه لعيبه النادي الاهلي للوصول للمباراه النهائيه، للحصول على البطوله. بتلعب نادي الزمالك، اللعيبه دي كتير من اللعيبه دي لعبت قدام نادي الزمالك وكسبت نادي الزمالك، سواء كان في السوبر المصري او كاس مصر او الدوري العام المصري، او حتى ممكن في لعيبه في بطوله افريقيا ممكن تكون شاركت مع وليد سليمان برضو وكسبت نادي الزمالك. فعايز اقول ان ده وقت القتال داخل الملعب. احنا مش هنتكلم على التعصب ولا العصبيه، احنا هنتكلم ان دي مباراه كره قدم. اللعيبه دي لازم تعرف ان ممكن ما يتكررش النهائي الافريقي ده مره ثانيه. احنا بنتكلم ده اول نهائي افريقي بين الاهلي والزمالك على مدار التاريخ. اول نهائي افريقي
ممكن في لعيبه من بعض اللعيبه دي ممكن ما توصلش النهائي مره ثانيه لا قدر الله يعني، لان كره القدم فيها تغييرات كثيره جدا. ولكن طالما وصلت، طالما جات لك الفرصه انك توصل وتلاعب نادي الزمالك، انت بتتكلم في اكثر من بطوله، مش 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 بس بطوله افريقيا، بطوله افريقيا بتلعب نادي الزمالك الغريم التقليدي، بتكسب نادي الزمالك في مباراه لن تتكرر او احتمال لن تتكرر فيما بعد الا مثلا بعد عشرات السنين. فالنهارده فعلا يجب على اللعيبه ان هي تدرك ان فعلا دي فرصه من ذهب، فعلا فرصه من ذهب انك تكسب البطوله الافريقيه دي. الاهلي مؤهل بشكل كبير جدا جدا جدا، بنعول على جمعيه الاداء بتاعه النادي الاهلي، بنعول على امكانيات وقدرات المدير الفني، بنعول على الروح بتاعه النادي الاهلي القتاليه اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي، بنعول كمان على الاداء بتاع لعيبه النادي الاهلي وشخصيه اللعيبه داخل الملعب. دي الحاجات اللي احنا مش هنتكلم على الجزء الفني، انا هكلمك على الجزء المعنوي. اللي مع الجزء المعنوي قبل ده كله توفيق ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله. طبعا دي مش عايزه طبعا كلاعب تكون موفق في أكيد اليوم ده، اكيد تكون لعيب كويس أكيد والكره مش ماشيه معاك او الدنيا، وفي يوم تلاقي حس انك انت كرة ماشيه معاك، كل لعبه بتلعبها الدنيا ماشيه معاك، وكمدير فني توفيق لاعبين وكمدير فني. عايز اقف عند حته الروح، الروح دايما اللي بتميز النادي الاهلي، صحيح بتميز الاجيال زي ما بيقولوا روح الفانيلا الحمراء بيتناقلها او هي سر دايما البطولات في النادي الاهلي. عايز اقف شويه عند الروح. بمناسبه الروح هفكرك كده، قريب مش من بعيد لما جه فايلر وكان بيلعب السوبر مع النادي الزمالك، كل الاقاويل وكل الجرايد وكل الاشياء كانت لصالح نادي الزمالك. كل الناس النادي الاهلي المستوى قليل، النادي الاهلي فيه تغييرات كتيره جدا، النادي الاهلي فيه لعيبه مصابه، النادي الاهلي الماتش ده مش بتاع النادي الاهلي. ولكن اثناء المباراه لقينا شخصيه، لقينا روح قتاليه في الملعب، لقينا جماعيه في الاداء، وده هو ده اهم ما يميز النادي. ممكن يبقى عندنا ما عندناش لعيبه حريفه مثلا، ممكن ما يبقاش عندنا اللعيب اللي بيفرق، لكن لما يبقى عندك فريق جماعي عنده روح، اعتقد دي ممكن تعوض حاجات كتيره جدا جدا في كره القدم. ياما شفنا لعيبه كتيره، فرق كتيره جدا عندهم الاداء الفردي عالي جدا، ولكن على المستوى الجماعي الاداء قليل. هات لي مثلا، انا هديك على سبيل المثال يا اسامه، باير مونش. لما تيجي تشوف سوبر ستار مش هتلاقي حد مثلا ممكن ياخد احسن لعيب في العالم، الفريق هو السوبر ستار، لكن الفريق هو سوبر. جماعيه الاداء، الروح اللي بيلعبوا بيها، هو ده اللي احنا يعني ده اللي احنا بنتحدى بيه. روح لعيبه، روح الفانيلا الحمراء، روح لعيبه النادي الاهلي داخل المباراه، جماعيه الاداء داخل بتاعت لعيبه النادي الاهلي، هي دي اللي ممكن تعوض حاجات كتيره جدا، ودي اللي ممكن يعني تدينا الدافع القوي لمكسب مباراه الزمالك في النهائي الافريقي. ففي حاجات كتيره جدا ممكن تغنيك عن الاداء الفردي، الاداء الجماعي والروح القتاليه والعزيمه والاصرار والهدف اللي بتشتغل عليه. ولازم اللعيبه وهي بتلعب وهي داخله المباراه ما تنساش الجمهور، الحافز الكبير المهم اللي قاعد مستني بطوله كبيره غابت عن النادي الاهلي من حوالي 7 سنوات. يعني طيب، واحنا بنتكلم عن الفنيات باستفاضه، عايز اروح لاخر نقطه فضل. ودايما من النقط المهمه ممكن ما بتبانش للجمهور، ان الجمهور دايما بيتكلم بلغه الحماس والروح وعايزين نكسب البطوله، لكن النواحي النفسيه والاستعدادات النفسيه للاعبين قبل المباراه، ليله المباراه، استعدادك وانت داخل المباراه، ما ينفعش اوصل للمباراه وانا عندي العصبيه او عندي الامور فيها صعوبه، لا لازم اكون عندي تركيز عالي، تركيز بنسبه 100%، ولكن مع ده كله لازم يكون عندي هدوء عشان اقدر اشتغل زي ما المدير الفني بيقول. خد بالك، دي عشان توصل للحته دي محتاجه ثلاث حاجات مهمه. يعني اولا المدير الفني له عامل مؤثر كبير جدا في حته ان هو ازاي يخرج اللعيبه من الاسترس، ازاي يحطهم في اجواء هاديه كويس ما قبل المباراه. اللعيبه الكبيره اللي عندهم خبرات، اللي لعبوا مباريات كبيره جدا سواء اذا كان على المستوى المحلي او المستوى الافريقي او المستوى الدولي، دول برضو بيبقى ليهم عامل مهم جدا في الكلام. انت عارف يا اسامه، احنا زمان بنلعب كنا نجتمع مع بعض، يا جماعه المباراه عايزين ناخد المباراه بسهوله، هي مباراه كره قدم 90 دقيقه داخل هي الملعب، هي مباراه كره قدم بالظبط، هي مش اكتر من كده بالظبط، هي مباراه كره قدم. هو وارد لا قدر الاهلي يخسر المباراه، ما خسرش كل حاجه، الاهلي هيبقى برضه ما زال الاهلي البطل الاكثر تتويجا، الاهلي هو ما هيبقى ما زال برضه اكثر الفرق الافريقيه تتويجا بالبطولات الافريقيه لو لا قدر خسرنا المباراه، لان هي في الاول وفي الاخر مباراه تعتمد على توفيق ربنا سبحانه وتعالى زي ما انت قلت، وعلى ثم اداء اللاعبين داخل الملعب وحالتهم النفسيه. ثالث حاجه، كل لعيب لازم يبقى واثق في قدراته وامكانياته. كويس، لو انا واثق في قدراتي وامكانياتي بالتالي حته الرهبه والخوف والقلق مش هتبقى موجوده. هم دول اهم ثلاث عناصر يخليك تدخل المباراه وانت عندك احساس ان انت هتؤدي بشكل جيد. ادي بشكل جيد، اعمل اللي عليك،
ثم التوفيق لله سبحانه وتعالى. انت بتشوط ساعات انت شوط الكوره تيجي في العارضه وواحد تاني تقلش تخش جول. ده التوفيق اللي احنا بنتكلم فيه. ده التوفيق وعدم التوفيق. استمتعنا براك كابتن بلال. شرفتنا ونورتنا ودايما اراك يعني محل اهتمام. الله يخليك. تسلم يا استاذ. ربنا يكرمك. انا سعيد بيك. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. يعني اراء مهمه من نجمنا النهارده كابتن احمد بلال. كل التوفيق ان شاء الله للاعبي النادي الاهلي يوم الجمعه والجهاز الفني وكل الدعوات ليهم. ما زال الحديث مستمر عن الاشبال داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ولكن الاسبوع الجاي استنونا وحلقه جديده من برنامج الاشبال.